الشوط الثاني يعني أمس كنا في الاستوديو، بعد متابعته اتضح أن المغاربة قدموا الكثير، هل استحق المنتخب المغربي الخسارة فيصل؟ والله على المستوى في الشوط الثاني أنا يعني أعتقد كثير من الفرص يعني أضاعت على الفريق المغربي، وهذا ما تحدثنا به في بداية الشوط الأول. قلنا الفريق المغربي غير أسلوب لعبه ولعب بخمس مدافعين، إضافة إلى ذلك يعني صارت القوة الدفاعية لدى الفريق المغربي بزيادة عددية وبقلة هجومية، ولهذا السبب يعني نشوف الفريق الفرنسي من التقدم بالهدف ما عنده بقى حل. القرقاري بالشوط الثاني بقدر الرقراقي العفو بقدر ما أن يفتح يعني الفريق بالزيادة العددية الهجومية للأمام، وهذا ما تكلمنا به قلنا يدفع ضربة ممكن يعني تكون يعني أكثر عليه، وتأكد يعني هذا الكلام لما انفتحوا شوية وبدأوا في خطورة في الشوط الثاني كثيرين، سجل عليهم الهدف الثاني، وأنا أعتقد هذا الهدف هو اللي يعني أنهى المباراة برغم المحاولات الكثيرة للفريق المغربي، لكن شجاعة الحارس والخط الخلفي للفريق الفرنسي يعني أبدأ متماسكا وأنهى المباراة وصعودا للمباراة النهائية.